فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول: امرأة توفي زوجها وهي موظفة وخشينا من بقائها في البيت وحدها. امرأة توفي زوجها وهي موظفة فخشينا. وني في موظفة في غير بلدها؟ سم موظفة في غير بلدها ما ذكر. يقول: خشينا من بقائها في البيت وأن يصيبها الحزن، هل يجوز أن تخرج لزيارة والديها في وقت الإحداد؟ أي نعم، تخرج بالنهار، تخرج بالنهار وترجع بالليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحدة يجوز لها أن تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.